مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من انا والناس. النهارده هنتكلم عن ثلاث مواضيع، والحقيقه ان الثلاثه مواضيع مهمه جدا. الاسبوع اللي فات وعدتكم ان انا هتكلم النهارده عن مها نصير، لو تفتكروا مها نصير البنوته اللي واخده ماجستير في علم النفس التربوي، ومع ذلك ومع ان كل اللي حواليها بيقولوا ان هي شخصيه سويه جدا، كانت بتشتغل او هي متطوعه في جمعيه خيريه وبتعمل اعمال خيريه من سنوات طويله من 2005 تقريبا، واللي معاها في الجمعيه واصدقائها وكل الناس اللي حواليها يقولوا البنت دي سويه ما عندهاش اي مشاكل نفسيه. فجاه بعد ما الاب توفى، الاخ ابتدى يقول ان هي عندها مشاكل نفسيه وان هي لازم تتحجز في مصحه وان هي لازم تتعالج، تمام؟ واتحجزت بالفعل، وبيقال من الضيوف اللي هينوروني النهارده في الاستوديو ان هي اتاخدت بالعنف، انه خالها واخوها اخذوها بالعنف ودوها المركز النفسي، المركز الصحي النفسي التابع لجامعه طنطا، وان هي محجوزه هناك بقالها فتره طويله جدا. السوشيال ميديا اتكلمت عنها بشكل كبير، الناس مهتميه بقضيتها جدا لانهم شايفين انها مظلومه. طيب الخلاف على ايه؟ ليه لو البنت دي سليمه اخوها مصمم ان هو يقعدها في مصحه نفسيه؟ بيقال برضو وهنتاكد النهارده مع حضراتكم انه على الورث، ان البنت دي ورثه، ابوها سايب لها ورث، فبيقال برضو انه اخوها عايز ياخد الورث كله او عايز يمضيها على الورث كله، او هو شايف من وجهه نظره ان هي مريضه نفسيا وان هي غير قادره على ان هي تتحمل مسؤوليه المبالغ دي كلها، فشايف ان هي تقعد في المصحه وان المفروض انها ما تورثش اي حاجه. طيب موضوع كبر جدا، مسؤولين تدخلوا فيه، عايزين نعرف هو وصل لحد فين. لو البنت دي بجد مظلومه والبنت دي بجد محتاجه حد يقف جنبها، اكيد هنقف جنبها، الناس كلها واقفه جنبها، السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنها. يعني لو حد في محنه ومحبوسه محدش عارف يشوفها، محدش عارف يدخل لها، محدش عارف يطمن عليها، محدش عارف يوصل لها خالص، لو هي في المحنه دي وربنا وقف لها كل الناس دي تقف جنبها وهي متعرفهاش، ليه؟ ليه؟ هنعرف مع بعض النهارده. هتكلم باستفاضه عن مها نصير، جايبه رئيستها في الجمعيه اللي كانت بتشتغل معاها، اتكلمنا عنها وعن سلوكها وهي كانت عامله ايه، جايبين المحامي المتطوع لقضيتها واللي عنده استعداد ان هو يقف جنبها. بجد البنت دي لو مظلومه فعلا لازم كلنا نقف جنبها. انه تخيلوا حد مظلوم محبوس في مصحه وهي ممكن تكون مش مريضه نفسيا ومن اخوها، يعني حاجه مؤسفه جدا جدا. هنتكلم كمان الموضوعين اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده جايبينهم من الرسائل بتاعتكم. جالي كذا مكالمه تليفون على الهواء، وجالنا كمان رسائل كتير، ناس بتشتكي من ان الاجور متدنيه جدا، بيقولوا ان احنا لسه لحد دلوقتي بنقبض 50 جنيه في الشهر و150 جنيه في الشهر. معقوله يعني في حد لحد دلوقتي الاجور متدنيه الى هذا الحد؟ فالحقيقه ان موضوعين النهارده احنا خدناهم منكم، هنتكلم عن الاجور المتدنيه، والمفروض هل في مشروع قانون بيدرس دلوقتي في مجلس النواب بيقول ان المفروض المرتب ده يكون ليه حد ادنى وحد اقصى، الحد الادنى ده المفروض يكون كام؟ سمع ان هما بيناقشوا المفروض يكون 2500 جنيه، ده حد ادنى، ده اقل حاجه ممكن اي حد ياخدها عشان يعرف يعيش. هنتكلم النهارده هل هذا صحيح؟ طب لو ده صحيح ليه في ناس لحد دلوقتي بتاخد مرتبات متدنيه جدا وقليله جدا، وهيعيشوا بيها ازاي في الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي؟ هنتكلم كمان عن الفصل التعسفي،